نحضر اليوم في إطار اختتام الدورة 11 من برنامج مصالحة وأيضا الإعلان على الدورة 12 من البرنامج، وهي فرصة يحضرها العديد من الشركاء في هذا البرنامج للمساهمة كل من زاوية اختصاصه، يعني في تقريب واحد العديد من المواضيع والمفاهيم إلى النزلاء يعني المرتبطين بهذا النوع من القضايا. والحضور ديال وزارة العدل يأتي في إطار ما يرتبط بالجانب القانوني من خلال يعني إعطاء فكرة حول الإطار القانوني الوطني المؤطر لجرائم الإرهاب والتطرف، سواء على مستوى الجانب الموضوعي يعني قواعد التجريم والعقاب، وأيضا على مستوى القواعد الإجرائية، وأيضا فلسفة وتوجهات ومعالم السياسة الجنائية في هذا النوع من القضايا. وهي فرصة يعني من خلالها يطلع النزلاء المستمعين الى هذا يعني الاطار المرتبط بالجوانب القانونيه لكي يساعدهم يعني في اولا في حياتهم اليوميه، وايضا في معرفه الفلسفه والغايه ديال القواعد الجنائيه المرتبطه بقضايا ديال الارهاب والتطرف. شهدنا اليوم اختتام الدوره 11 لبرنامج مصالحه، وهي دورة كسابقاتها قد خرجت إلى النور برعاية مولوية سامية، وتستهدف مصالحة إنشاء أضرب من المصالحات، أولا المصالحة مع النفس، وثانيا المصالحة مع النص الديني، وثالثها المصالحة مع المجتمع ومع كل ما يؤطره ويؤطر العيش المشترك فيه من تشريعات من حقوق وما يواكب كل ذلك من واجبات. شهادات النزلاء المشاركين في هذا البرنامج في اختتام دورته 11 قد بينت تملكا ضافيا لكل المواد ولكل المحاور التي تم تقاسمها معهم خلال هذه الأشهر التي أمضي في هذا البرنامج، كما ظهر نوع من الإبداع في تقاسمهم لما تشربوه وما تملكوه مما وفق سلمنا التقويمي يبين أن الحمد لله قد البرنامج قد حقق الغايات والأهداف المتوخاة والمرجوة منه. الدورة دازت بشكل زوين، استفدنا من مجموعة من المجالات، مجموعة من الدروس اللي كانت قيمة، دازت مجموعة من الأنشطة فيها معرفية، فيها رياضية، فيها أنشطة مختلفة، وبالأخص الجهة المعرفية كان مجموعة من المجالات الدين والقانون والاقتصاد وحقوق الإنسان، مجموعة من المجالات اللي كانت كتأثر النزلاء اللي غيرت لهم مجموعه ديال الافكار اللي كانت عندهم قبل واللي ولات متروكه بشكل نهائي من بعد ما تسالت الدوره. الحمد لله الصراحه دازت بشكل سلس بشكل ممتاز، داكشي كان منظم بشكل رائع، ما كانش يعني ما كانش توترات، ما كانت حاجه، كان كل شيء مزيان، كانت واحد السلاسه في المحاضرات، واحد التوافق ما بين المحاضرات اللي كانوا كيكونوا، والسلاسه كانت ما بين الانشطه الترفيهية مع الأنشطة الموازية اللي دازت كاملة والأنشطة الثقافية كاملة وحتى المحاضرات اللي دازت في نفس الوقت. الصراحة رسالتي واضحة وباينة، اللي استطاع أنه يجي يشارك في مصالحة غادي يستافد بشكل كبير، والفكر اللي عنده في الراس ديالو ولا أي فكرة كاينة قبل كون على يقين أنه غادي يلقى شكل هنا اللي غادي يعجبه 100% ولا أكثر من 100%.